استاذ محسن، في ناس بتنتقد ان انت ازاي عندك محمد صلاح مثلا، ادي مثال بمحمد صلاح ولاعيبه يعني محترفه أكيد. ودوليه وما احرزتش جول، وركزوا على محمد صلاح تحديدا، فوجهه نظرك برضو هل انا اقدر الومه ولا قصه ملهاش علاقه بالكلام ده؟ يعني طب خلينا نتفق في حاجه كده، يعني ايه ملهاش علاقه بالكوره؟ ان محمد صلاح بقى خارج التقييم خلاص، يعني الموضوع ما بقى يعني ايه مش علاقه بالكوره، يادي ما ياديش، هو خارج التقييم، هو في حته تانية خالص. الناس بتنتقد شويه ان تقول هو في الدوري الانجليزي بيدي وفي منتخب مصر ما بيديش، معلش الظروف مختلفه، الظروف مختلفه والمحيطين بيه مختلفين بالزبط. وقوه واثاره الدوري هناك مختلفه، يعني الدوري الانجليزي ده مهاراته ثابته ماشي، بس هو المنافس برضه مين؟ يعني هناك بيلعب مانشستر سيتي، مع احترامي طبعا يعني الموضوع مختلف تماما، يعني الموضوع يعني المقارنه صعبه ما تتقالش. ده مش سبب ادعى ان احنا نشوف اداء استثنائي مع المنتخب المصري، يعني اللي بيخليه بيولع الدنيا هقول لحضرتك الدوري الانجليزي الصعب اللي كل المنافسين فيه. صحيح هقول لحضرتك حاجتين، لما احتاجنا محمد صلاح لقيناه في التاهل لكاس العالم الاخير في روسيا، لما كانت مباراه صعبه جدا قدام ملاوي احنا اللي صعبناها طبعا على نفسنا، سجل الهدف الاول، وكان في ضربه الجزاء دي ما حدش شرطها الا لاعب يعني عنده قدرات يعني نوعيه خاصه من الثبات الانفعالي انه يقدر يشوط ضربه جزاء في التوقيت ده. ما سجلهاش احنا لسه، مش ممكن ما نصعدش، لكن سجلها انت في كاس العالم والحمد لله ربنا وفقه وسجلها. الحاجه الثانيه كمان، محمد صلاح في دور مهم جدا حتى لو ما عملش اي حاجه، يعني النهارده مثلا محمد صلاح موجود وما عملش حاجه، بس هو مجرد وجوده هو خد معاه 2 3 4، يعني هتلاقي المان اللي ماسكه ومعاه واحد تاني خلي بالك قريب منه عشان لو فلت منه وخلت، يعني هتبص له هو شاغل يعني في اللعب بدون كوره، بقى بقتش الكوره ان هو يسجل، خلاص محمد صلاح موجود ويسيب الباقي يسجل. يعني النهارده الهدف مثلا بتاع مرموش بالظبط، هدف مرموش من على خط ال 18 وبيشوط، ده ما قدرش يعمله صلاح، لان هتلاقي صلاح الراجل ملتزم بيه وجنب منه اللي القريب منه بيخش عليه، ان الراجل شفنا اخر هدف سجله في السيتي رقص 4 عدى 4 من مانشستر سيتي. مانشستر سيتي يا جماعه يعني مش مع احترامنا لاي فريق، لكن انت هنا في منتخب ليبيا خلاص مش مهم بقى، قد لا ممكن ما كنتش عارف مرموش حتى وهذا لا يعيبه، لكن هو في النهايه لا خلي بالك صلاح، يعني ممكن حتى المان او اللي مع صلاح يقول لك انا اديت مهمتي على اكمل وجه، صلاح ما عملش حاجه، لكن في النهايه صحيح. اللي احنا عايزينه حصل، ان المنتخب فاز، فيعني المقارنه صعبه شويه يعني. انا ممكن اقول حاجه، انا هختلف شويه مع وجهه النظر اللي هو ازاي بيأدي في الخارج فما بيأديش، يعني بالعكس انا شايفه العكس صحيح، لان انت بتلعب هناك برضو، اصل انا بلعب كره قدم ده لعب جماعي، انا مش بلعب يعني لعبه فرديه صحيح. فانا لازم ادائي يبقى واحد لا انا لازم اللي معايا يساعدني، فاكيد هو مش بيلاقي ده برضو زي في الخارج صحيح. هو يمكن الناس حطت المقارنات دي لسبب بسيط، ان مثلا رياض محرز لعب منتخب الجزائر ومانشستر سيتي شايل منتخب الجزائر وعامل، لكن يا جماعه منتخب الجزائر بيمر بفتره عاليه جدا الفتره الاخيره، هو بطل افريقيا 2019، عنده مجموعه قلما تحدث في اي منتخب، يعني مثلا الطفره اللي حصلت عندنا في 2006 و2008 و2010 اللي خد بيها الكابتن حسن شحاته سيطر على افريقيا كلها اللي كانت بتنم العصر مش من المغرب، لكن التوليفه دي موجوده حاليا في منتخب الجزائر، بتلاقيه بيفوز 6 و8 و5، يعني ارقام كبيره، يعني لما يجي الحديث عن منتخب الجزائر هتلاقيه اكتر منتخب مسجل اهداف 15 هدف، في حين احنا مسجلين جونين مثلا يعني او ثلاثه، يعني حاجه كده على الحركرك زي ما بقول. بس لو برضه وقفنا عند محمد صلاح مره ثانيه، انا هاخد من كلام اللي نهاوند قالته وده منطقي جدا الحقيقه، فكره ان هو مع ليفربول بقيه اللعيبه بالبلدي كده بيخدموا عليه بيسهلوا مأموريته صحيح. طب ليه ده مش حاصل مع المنتخب؟ ما هقول لحضرتك في حته كده فنيه، يعني ايه انه مثلا ايه محمد صلاح عشان يبقى موجود في منتخب مصر، محمد صلاح بقيمته الكبيره جدا مش هيرجع يدافع، يعني مش هتلاقي محمد صلاح في منطقه ال 18 عند او بيتراجع للخلف، مش هيقوم بالدور ده، فبالتالي هيبقى في لعيب معاه يعمل الدور ده، يعني بالبديهي كده، يعني ايه خلاص خلي صلاح بقى لقدام، والراجل برنس زي ما بيقولوا كده بلغه الكوره، وموجود قدامه وبيلمس اللمسه الناس بتخاف منه وبتاع، فده بيدي لود شويه على بقيه زمايله، لكن في المقابل ما ننساش ان مجرد وجود صلاح بيلعب من غير كوره، يعني الجانب الخفي لمحمد صلاح انه مجرد موجود ما حدش بيقرب، يمكن كان في الشيء بالشيء يذكر، كان موسم 97 في النادي الاهلي كان المدير الفني راينر سوبر او 96 97 حاجه كده، كان راينر سوبر ده كان عامل فكره عظيمه جدا، كان يسيب اللعيبه مثلا ايه، كان ساعتها كان سيد عبد الحفيظ مثلا نجم النجوم في الاهلي، كان حاجه بقى خطيره جدا، كان ينزله والاضواء تتسلط عليه وبعدين يسيبه خالص للمدافعين ويشتغل بقى ياسر ريان، محمد عماره، مش عارف هشام حنفي، والله كان يطلع يقول انا وانا صغير كنت مش فاهم الكلام اللي بيقوله ده، كان يقول لك لا رجل المباراه النهارده
هقوله بعد الماتش، هيطلع بعد الماتش يقول لك كان هشام حنفي، فتلاقي هو اللي شال الليله، ليه بقى حدش الخفي، فالتاني بيلعب بدون كوره، يعني انا موجود، كان مثلا ايه بقى الفريق ماشي وسعد عبد الحفيظ متالق ومسجل بقى في الكوره ومش عارف، بس هو كان بيعمل الماتشات دي الحاجات دي في الماتشات الكبيره، الزمالك، الاسماعيلي، المصري في الوقت ده يعني، فكان يسيب مثلا اتذكر ماتش الاهلي والزمالك 2-1 للاهلي بتاع حسام ابراهيم حسن، الزمالك كان سجله محمد صبري، الناس كلها كانت رايحه ناحيه سعد عبد الحفيظ، كان نجم حتى تلاقي التقرير يقول لك سعد عبد الحفيظ ربنا يستر سعد عبد الحفيظ اللي هم الزمالكاويه يعني، ومع ذلك اللي عمل الماتش كله ياسر ريان، والهدفين جم من ناحيه ياسر ريان الجانب الشمال، هو كان ده الدور يعني مش يستر عشان كده قلته، هو بيلعب بدون كوره يعني، مجرد وجود محمد صلاح خلاص رجع بقى معاه مدافع اثنين، طب شيل محمد صلاح وحط مثلا كوكا او اي واحد مع تقدير اللي خلاص يبقى معاه مدافع واحد بس مش اكتر، لكن مش هيبقى فيه الاهتمام ده، ده بيخف يعني بيدي المساحه لبقيه زمايلك، فهو قيمه محمد صلاح انا مش مبرر طبعا لان هو لسه ما اداش اللي عنده بس ما نقدرش نلومه يعني، عايز اقول دي عايز اقول لا يعني هو برضه بيدي بيساعد زمايله بدون الكوره.